معاكم كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان هنا من داخل استاد القاهره. بيسعدنا اكيد في هذه اللحظات يكون معانا طبعا الكابتن احمد عبد الدايم مدير التنفيذي للاتحاد المصري لكره الطائره وايضا كمان مدير البطوله العربيه رقم 19 اللي بتقام هنا على استاد القاهره. اكيد في البدايه برحب بيكم وموفقين ان شاء الله اليوم الاول هو اللحظات الاولى حاجه رائعه واشاد بصراحه الاستاذ جهاد خلفان على التنظيم في البدايه وبتمنى كل التوفيق ليكم. في البدايه انا بقول يعني دي البطوله انا بقول يعني ان شاء الله النادي الاهلي ربنا يوفقه في البدايه ونبارك لمجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب. واعتقد البطوله العربيه للسيدات الاهلي محتفظ بها العام السابق نتمنى احتفاظه بها هذا العام يعني تبقى في مصر عامه يعني ان شاء الله. البطوله بتتكون من 5 فرق من 4 دول الاهلي المصري سبورتنج المصري صفاقس التونسي المجمع البترولي الجزائري شباب السودان السوداني. يعني البطوله ان شاء الله من دور واحد بيتخللها 5 ايام مباريات دور واحد من دور واحد الفريق اللي يحصل على افضل اكتر نقاط واكتر مباريات فوز هيحصل على البطوله ان شاء الله. السبب ان هم 5 فرق عرفنا من الاستاذ جاد ان في كمان بطوله هتقام في الشرق دي اللي اثرت شويه كنا بنتمنى اكيد ان تبقى اكتر من كده لكن هو قال احنا مصرين على اقامه بطولات السيدات بشكل خاص. هو البطولة دي كانت يعني مش هنقول هتتلغي ما كانش هتتلعب لأسباب يعني في بطولة تانية منظمة في الشرق في شهر واحد لكن إصرار الاتحاد العربي والاتحاد المصري إن هي تتعمل في مصر في هذا التوقيت والنادي الأهلي يبقى هو يعني شبه منظم ليها كبطل سابق أعتقد إن دي في حد ذاتها للاتحاد المصري والنادي الأهلي إن هو يقيم البطولة دي في هذا التوقيت على الرغم إن في بطولة موجودة في الشارقة في دولة الإمارات لجميع الدول العربية لكن إصرار الاتحاد على إقامتها ده يعني شيء كويس لمصر وشيء كويس للنادي الأهلي والاتحاد المصري لكرة الطائرة. الأشياء كمان المميزة دخول الجمهور مجانا وده بيدي طابع كبير أكيد البطولة ونجاحها وكمان شايفين قبل المباراة بتاعت النادي الأهلي جمهور النادي الأهلي متواجد مدى تأثير الجمهور من وجهة نظرك على بطولة زي كده؟ اعتقد ان الاتحاد المصري كره الطائره برئاسه المهندس خالد ناصف احنا يعني قلنا لازم يكون في جمهور ايا كان نبدا ببدايه ببطولات عربيه بطولات افريقيه بيكون فيها فريق من مصر او فريق من مصر يشاركوا بجمهورهم لان دي البطوله من غير جمهور ما اعتقدش ليها طعم ولا يعني منافسه. المنافسه في الملعب بين اللاعبين شيء لكن وجود الجمهور ده شيء كويس اولا عشان لحاجتين. الحاجه الاولى ان يكون في الفريق ليه جمهوره بيأزره. الحاجه الاخرى ان عاوزين عوده الجماهير للملاعب مره اخرى هنبداها بالصالات اعتقد ان شاء الله الجمهور يبقى متفاهم هذا الموقف ويمكن ما حدث في السابق نتناساه ونبدا صفحه جديده مع الجمهور واعتقد ان شاء الله يبقى دي مفيده للرياضه المصريه الفتره القادمه. احمد برسالتك ايه لكل الفرق المشاركه الرؤساء البعثات المندوبين المشاركين للخروج بالشكل الذي يليق ببطوله عربيه في استاد القاهره. احنا الاتحاد المصري لكره الطائره نظم هذه البطوله ووفر كل سبل الإقامة والإعاشة والانتقالات والملاعب وكل جميع الفرق أتمنى أن هي تطلع بطولة كويسة مستوى فني كويس يستفيد بها الفرق كلها ونتمنى الفوز للنادي الأهلي إن شاء الله حصوله على البطولة وتتويجه المرة الثانية على التوالي إن شاء الله. شكرا شكرا كل الشكر والتقدير طبعا للاستاذ احمد عبد الدايم طبعا المدير التنفيذي للاتحاد المصري للكره الطائره وزي ما بنقول بنتمنى تكون بطوله ناجحه جمهور النادي الاهلي بناكد تواجده من اكثر من ساعتين قبل انطلاق مباراه النادي الاهلي وبنتمنى اكيد النهارده يكون ليه تاثير ومفعول السحر كعاده جمهور النادي الاهلي في اولى مباريات النادي الاهلي امام فريق سبورتنج المصري. يمكن دي اكيد اجواء هنا حتى هذه اللحظه اكيد مستمرين معاكم تغطيه خاصه هنا من استاد القاهره والبطوله العربيه رقم 19 لسيدات الكره الطائره.